تحسيس الجميع بما فيه الكفايه عبر اللقاءات السرقيه اللي دارت مع القطور والعناصر. نزلوا هذا العمل النظامي، نزلوا على ارض الواقع بكل تفاني وبالانضباط. المال ديال الجميع راه فاهم منه، فالدوريه الامنيه راه عارفه المهمه ديالهم، الدور ديالها الوقائي والدور الزجري. ما يتعلق بالمرور، كفاءات امنيه وقطور امنيه وعناصر متمرسه، هذا الدور ديالها فيما يتعلق بتدبير السيوله. ايضا بالنسبه لحوادث السير كذلك راه كاين دراجين اللي عارفين المهام ديالهم، ياخذوا الشرايين ديال المدينه. هي حضريه هي باش يقوموا بالعمل وعينات تقريبا.